يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يصلي في المساجد التي فيها قبور ويقول أنا أصلي لله ولا أصلي لصاحب القبر ولا أصرف شيء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا يقول أنا أصلي لله؟ الرسول ينهاك عن هذا وتقول أنا أصلي لله ولو قال الرسول كذا؟ أعوذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لأن هذا وسيلة إلى الشرك، أنت ما تريد القبر لكن هذا وسيلة ولو في المستقبل الشيطان يتدرج معك شيء فشيء. نعم، فأبعد عن محل الشر، أبعد عنه. نعم.